كتير الألقاب اللي بتطلق على لاعبي كرة القدم ويشتهروا بيها ويبدأ الجماهير في ترديدها حتى لو مش على علم بمعناها أو أصلها أساساً. ديفيد فيا الهداف التاريخي لإسبانيا واللي قادهم للتتويج بكأس العالم الوحيد في تاريخهم سنة 2010. لقب ديفيد فيا هو الجواخي، لكن يعني إيه معنى الجواخي؟ في بلدة تويا بمدينة لانجيريو اللي بتنتمي لإقليم استورياس شمال إسبانيا اتولد فيا، تحدى الإصابة المبكرة في طفولته وانضم للفريق سبورتينج خيخون أكبر نادي في المدينة، وكان لسه عنده 17 سنة بس عشان يكون أصغر من كل أقرانه في الفريق الثاني الخيخون بسنتين على الأقل. وفي خيخون كان لديفيد فيا زميل اسمه تشوس برافو. في مرة من المرات نادى برافو لديفيد فيا بالجواخي، والجواخي كلمة من اللغة الأسطورية الدرجة في إقليم أستورياس، كلمة معناها الطفل أو الصبي، ومن هنا اتشهر ديفيد فيا بالاسم ده. الصدفة هنا أن زميل ديفيد فيا التاريخي في هجوم إسبانيا في جيله الذهبي هو فرناندو توريس، ولقب توريس هو النينيو، والنينيو في اللغة الإسبانية معناها الطفل برضه. لكن الأكيد النجمين دول وإن كانوا لقبوا بالطفل، لكن هم اللي صنعوا الجزء الأكبر من تاريخ إسبانيا الكروية.